بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما البارحة أطلقنا الحملة والتبرع بتسليم الفندق إلى خلية الأزمة في محافظة كربلاء، قررت إدارة فندق العمدة اليوم بمباشرة التسليم، وجاء وفد من دائرة صحة كربلاء، جاء الدكتور كرار. أهلا وسهلا بكم، وهذا الفندق كله تحت أمرة خلية الأزمة، وإن شاء الله رب العالمين يعني يعدي هذه الأزمة على شعبنا وعلى أبناء محافظتنا مدينة كربلاء المقدسة، ونتمنى لكم الخير على الجهود اللي جاي تبذلوها. أكيد هي كلها جهود مشكورة من قبل كل الكوادر الطبية، ونتمنى أنه النصائح اللي تقدم لأبناء شعبنا، خاصة عملية التعقيم، عملية المحافظة، عملية الجلوس بالبيت، عدم الاختلاط، عدم أكيد كل هاي الأمور مهمة جدا لأبناء شعبنا. فإحنا كإدارة فندق العمدة نتمنى لكم إن شاء الله الخير، وهذا الفندق تحت أمرتكم. طبعا نشكر الكابتن عماد، هو الرجل مواقفه الوطنية تشهد له، لكن الرجل تبرع بالفندق كاملة بدون أي مقابل، خدمة لمحافظة كربلاء ولمواطنين كربلاء. الرجل مواقفة مشهودة إليه، وكان حقيقة يعني مجرد اتصل بينا وسلم المفاتيح وقال هذا اعتبروه الدائرة صحة كربلاء. نشكره ونشكر جميع الأخوة اللي هم هسه الآن مواطنين كربلاء المتبرعين واقفين مع أخوانهم الكوادر الطبية. شكرا جزيلا كابتن عماد. شكرا جزيلا.